أين تقف النمسا في الصراع بين روسيا وأوروبا؟ النمسا دولة مهمة في أوروبا، زمان كانت أهم لأن كان في حاجة اسمها الإمبراطورية النمساوية المجرية. الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت زمان إمبراطورية قوية جدا في أوروبا، والأسرة الأرستقراطية الشهيرة جدا الهابسبورغ كانوا هم اللي بيحكموا هذه الإمبراطورية. دلوقتي النمسا دولة صغيرة، والمجر دلوقتي توسع المجر قبل كده، إنما النمسا لا تزال دولة مهمة جدا ومؤثرة جدا في أوروبا. مؤخرا أواخر 2017 لقينا صعود حزب الحرية اليميني المتطرف ودخوله السلطة، فلأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في حزب له تاريخ نازي أصبح في السلطة في دولة أوروبية لأول مرة منذ عام 1945. حزب الحرية النمساوي حزب يميني متطرف، كان مؤسسيه نازيين، إنما بعد كده قال إنه تخلى عن النازية وإنه رفض ناس نازيين كانوا موجودين فيه، وإنه بيحاول إن يكون حزب يميني فقط. لكن بعد شوية كان في دبلوماسي ملحق في سفارة النمسا في تل أبيب، الملحق ده كان عنده ملابس موجود عليها شارة النازية الصليب المعقوف، وده عمل مشكلة وتم التحقيق معاه من قبل الخارجية النمساوية. إنما وزير خارجية النمسا، وزير دفاع النمسا، وزير داخلية النمسا، التلاتة دول تلات حقائب مهمة جدا، دول حزب الحرية اليمين المتطرف عنده هذه الحقائب. يبقى إذن النمسا حزب الحرية اللي هو نازي الأصل بقى حاليا في السلطة 2018 أو أواخر 2017 ثم 18، لدينا ناس ذوي تاريخ نازي أو خلفية نازية بقوا جزء من السلطة، ومنهم وزير دفاع ووزير داخلية ومنهم أيضا وزير خارجية. 51 ما بين نائب ووزير وعمدة، حتى عمدة فيينا من هذا الحزب، كل دول 51 مسؤول كبير جدا في النمسا من حزب الحرية اللي أخذ 26% المركز الثالث في انتخابات خريف 2017. الحزب ده لأن عنده خلفية نازية أثار قلق إسرائيل، فإسرائيل قالت مش هنتعامل مع هذا الحزب ولا حتى مع الوزراء اللي من هذا الحزب. ورغم أن الحزب كل شوية حاول يصالح إسرائيل بطريقة ما، والحزب وافق على نقل ترامب للسفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، ورغم ذلك في شك متبادل بين الطرفين، والمؤسسات اليهودية الكبيرة في فيينا بتقاطع أي احتفالات بيكون فيها حزب الحرية النمساوي. ما الجديد إذن فيما يخص صعود حزب الحرية ذو الخلفية النازية إلى السلطة في النمسا؟ في مثلث قلق في المجتمع السياسي في النمسا عموما، ولا سيما اليمين المتطرف أو اليمين المحافظ. مثلث القلق ده من النازية، يعني اليمين المحافظ قلق ان يصل الى مرحلة النازية، واليسار ككل ضد هذا الاتجاه، ففي قلق ان تنجرف النمسا مستقبلا في اتجاه النازية الجديدة. في قلق من الاسلام نتيجة طبعا صعود هذا الفكر اليميني المتطرف، ونتيجة وجود بعض المهاجرين، ونتيجة اللي شايفينها في الشرق الاوسط من داعش الى النصرة الى غيرها، كل ده عمل قلق في النمسا. إنما هذا القلق مبالغ فيه لأنه موجه ضد المسلمين، هما كانوا جزء من نهضة النمسا ولم يرتكبوا أعمال إرهابية فيما قبل. يعني بدأ هذا الموضوع يشمل المعتدلين والمتطرفين معا. 10% من سكان النمسا مسلمين. أكتر ثلاث أسماء مشهورة للمواليد الجدد، أكتر اسم ألكسندر، إنما ثالث اسم محمد، فمحمد دلوقتي ثالث اسم في المواليد الجدد في النمسا. و10% من السكان، من كل 10 نمساويين يوجد مسلم نمساوي. إنما ده مخلي برضو حزب الحرية اللي هو متطرف يمينا يبقى قلق جدا من صعود المسلمين أو صعود الإسلاميين في الحياة السياسية في
في النمسا او في اوروبا. والحاجه الثالثه يبقى اذا هم قلقانين من ايه؟ من النازيه، انما كمان النازيين قلقانين من الاسلام. يبقى دول القلقين الاولانيين بالنسبه للمجتمع السياسي النمساوي. والحاجه الثالثه القلق من المشكله بين روسيا والغرب، لان النمسا وغيرها هيخسروا كتير جدا. ورأي حزب الحرية إنه الحل لسلام استراتيجي في أوروبا أو سلام طويل المدى هو بالتفاهم مع روسيا وليس بالتفاهم ضد روسيا. روسيا شايفة في أزمتها مع بريطانيا إن موقف النمسا موقف كويس، لأنه في 23 دولة طردوا دبلوماسيين روس منهم 16 دولة أوروبية، لكن النمسا رفضت ان هي حتى الان تمشي او تطرد اي دبلوماسي روسي. والنمسا قالت ان احنا دلوقتي ما عندناش اي دليل، واللي قاله الانجليز او قالته منظمه حظر الاسلحه الكيماويه كل ده ما بيقولش ان الروس قتلوا او حاولوا يقتلوا، اللي هو محاوله اغتيال الجاسوس الروسي في لندن وابنته. قالوا ما فيش اي دليل كافي، كلها مؤشرات اوليه. اذا حزب الحريه اللي منه وزير الخارجية والدفاع والداخلية شايف انه لا ينبغي العداء مع روسيا، مستقبل الامن في اوروبا لابد تكون روسيا جزء منه، والتصعيد ده مش مناسب. فالروس بيقولوا ان النمسا ممكن تقوم بدور وساطة بين بريطانيا ومن حولها اوروبا وبين روسيا، وان النمسا اللي لها مركز كبير جدا وعندها يعني تاريخ في اوروبا ممكن تجعل من الوساطة أمرا ناجحا وتؤدي إلى كبح جماح الحرب الباردة بين روسيا وبين الغرب. إذن ما الذي يجري في النمسا؟ الذي يجري باختصار صعود حزب الحرية إلى السلطة آخر 2017، 51 مسؤول كبير منهم الدفاع والخارجية والداخلية وعمدة فيينا من حزب الحرية المتطرف. هناك قلق من هذا الحزب تجاه الإسلام، هناك قلق من المسلمين تجاه صعود النازية، هناك قلق من الجميع حول الحرب الباردة بين روسيا وبين أوروبا. ما هو مستقبل حزب الحرية أو مستقبل السياسة النمساوية واحتمالات تأثير ذلك على مجمل اليمين المتطرف في أوروبا؟ في ناس كثيرة جدا قلقانة، وكل فترة بنلاقي مظاهرات ضد حزب الحرية النمساوي ودخوله في الائتلاف الحاكم، وأوروبا كلها في حالة قلق من صعود اليمين المتطرف. ومن بين فصائل أو أحزاب اليمين المتطرف حزب الحرية النمساوي.